هناك أحد الرجال كأعضاء المجلس التشريعي والتنفيذي سيد الرئيس. في الختام يعني اعتزازي وفرجي أنه أن نلتقي معك ونأخذ كل واحد من أدنى صورة وياك، ويمكن أن أدنى حشاكي أن نقول لسيادتكم بعد الاجتماع بخصوصنا إحنا الموجودين هنا. والسلام عليكم ورحمة الله، وشكرا جزيلا. والسلام ورحمة الله وبركاته. العضو المشير حسين احمد الدوسكي من محافظه دوق المنطقه الانتخابيه الاولى. سيد رئيس القائد، جنابكم اردتم ان تسمعون بعض الحقائق والسلبيات من قبل الدوله والحزب والاجهزه الامنيه الاخرى. في بدايه العدوان الثلاثين على العراق بدات في قصف المعامل وال إذا شبكات الكهرباء، يعني حتى من على العراق خفت رسائل الإعلام والكهرباء. أثناء انسحاب الجيش العراقي من الكويت صادفت مع دخول الغوائيين من خارج الحدود. الجنود اللي قاموا يجون للأهالي المجازين قاموا يقولون اللي صار بالجنوب أنه جنوب سقاط، دخل غوائيين، دخلوا إماميين وعملوا كذا وعملوا كذا، وجيشنا سقاط وانهزمنا، يعني الشيء اللي ما بدي تسمعوا يسمعون الشعب العراقي، يعني المحافظة مو ساقطة بدت معنوياتها تسقط ابتداء. واحنا نسمع طبعا اذاعات المعادية سقطت الجنوب وسقطت دخل الهلقات والقيادة ثنائي عمر قيادة قتل وسيد الرئيس الله يحفظه التجا الى دولة فلانية الى الجزائر الى موريتانيا. نعم موريتانيا. نعم سيدي محافظة جنوبية سقطت وبدأت كركوك وسليمانية، احنا دروب صارت المحافظة اللي اخر محافظة من الحكم الذاتي. السلبية اللي صارت اللي شجعت انه فعلا راح تسقط دروب، راح تسقط المحافظة، وفعلا ما ظلت دولة وما ظلت حزب، انه بدأت المسؤولين في الدولة، حزب الدولة والاجهزة الامنية الاخرى، يعني اجنبنا جميع المكلفين، خلي الاحشاء بهالشكل هذا. كل محاولنا يسمون الى خارج المحافظة. أنا رحت حضرت فرحة في بيت سعيدة أقول لهم يعرفون عائلة مشهورة في الدوالي. قال لهم شنو شو أنتم مسؤولكم شنو عوالهم ليش بيضربوا على أهلي وشكوا. قلت له معول فلان أنت ما أقول شيء. قال إيش ما أقول شيء، تروح شوف إذا أكو حد بقي عائلة وبيدو مع ذلك أهل المنطقة تعال على حسبانية تمام كل الحاضر. طبعا الحكي حكاها مو بس اللي حكاها غير وغير. يعني فالعامل سجع أنه تروح على راح تطلع. قيادة الفرع في المنطقة في المحافظة ما اجمع الجهات الحزبية وما اجمع الناس ورؤساء المنظمات بالعقل، يا ترى سقط الجنوب وسقط كركوك وراح تصير احنا نفس الحالة في الجنوب، مجرد يا جهات حزبية وداخلين الإدارة فقط. تدري مو كل الناس عندها استعداد تهبر يوم يومين ثلاثة خفايا، يقول لك انا ما متواجد يومين على خفايا وعايض اطفالي وحصى موجود الخبر كله سقط بالاذن وكلام كل على الاذاعات المعاديه من عبد الله الشيء ابو السعوديه وتحت سيدي. واحنا ما عندنا المحارب كل شيء اعلامنا يعني نقول شيء صامت يعني مو حرك. سيدي سلبيات ما هوها بس احنا بدنا نحكي عن اللي فعلا سبب اسقاط المحافظه. يعني احنا نسمع انه اسقاط جنوب اسقاط كركوك، نروح مثلا نقول للولد رفيقي ما بيت شيء ولا صديق يا ابا مجاوب منا بالسقطة بتدخل استعداد سووا حملة توعية. طبعا ما يقبلوا من التحشيد يقول لهم سقط في المحافظة بتدخل استعداد. سيدي سقطت دور وبقى 18 يوم دور تحت لواء العملاء اللي بايعين انفسهم بالاستعمار البريطاني وغير. اثناء دخول الجيش في تطهير المحافظة ولا كركوك دخل مع الجيش، قلنا الحمد لله طهرنا المحافظة والجيش دخل. الجيش انتهى في شغلات أخرى ما عقب المواطنين. في نفس الوقت العملاء اللي أكراد اللي هم حاليا عملاء في مع الأمريكان والحلفاء قاموا يبثون دعايات وأساليب أنه الجيش العراقي راح يطب المحافظة. ترى راح يذبحوكم بالتنام، فالرفاق الأكراد اللي هسه ويا الحزب في الموصل ترى بذبحون قلوبهم. فامشوا حطوا نفسكم ترى بعد نحن في عالم احنا هاي اللي علينا نقول لهم اياه ترى الجيش يطلب او الحزب ما راح يخسر
يسموه بلدان، وحالنا في البرداني وحالنا في الحالوي. دحين خلوا كل الناس تيجي تطلع برا. الجيش من دخل ما وقع انه يروح يعيد المواطن قبل ما يجي على صار، قبل ما الناس تدخل. التهت نهب كافة كل المواطنين. المحلات ولا محل ما خلص يجي تعيش علي انا امام جنابك واتحمل كل المسؤولية. يجي بكلاشنكوف ماله وضرب القفل وكسر المحل. وهذا الجيش مستحيل بشر ما يقدر يقول له ليش يا سيد الفضل الفلاني او يا جد الفلاني. ولا قال المحل ما تحميه او مخرب ترى عجبك. يعني راسه بس تشيل الجد ولا خلاص تجي تتابع المخرب. يلا مخرب ولا ايش؟ هذا محل كماليات، هذا محل الزاني، هذا الفرن، هذا الشغلات المواطنين. بعدين هذا دول المواطنين. طبعا سيدي من الجيش بدا هالشغلات بتبناها يعني كل قامت تتجه نفس الاتجاه. أفلى المواطن اللي طاع فوق وتقول يعني احنا متفقين معاهم قالوا راح يبجهوا الدور وعلى الحكم كلكم. فعلا الجيش بدا بتفجير معاهم الدور. اكو عندنا محل فاروق يسمونها قاموا يزرعون جيش الدور مثلا المعنيين من اول اللي تسب بالوضياء بحيث بدوا في البيوت الناس اللي قام فقرة اللي ما عندها 10 دنانير في جيب بيوت المنفذين واللي نفذوا من ما يسمون انتفاضة العميل ظل يمحمي محل مدير عليه بدوا محل فروشي محل الفقراء محلوها سيدي تقريبا أكثر من 400 دار. هذول شو يسوون الفقراء في يعني دموها سيدي انتي تفجير يعني دور مزاري فجروها داخل مدينة تدهور داخل مدينة نعم سيدي فروشي ثم المحل فروشي كواري مهنكة وفروشي قليلة وأنا باعتباري عضو قائد شعبة ورئيس جمعية فلاحية رحت للجيش وهم طبعا هم خالد هم يدخلهم قال هم يكون بشكل بلاغ يعني انت شكون تخاف في الاتفاق يا معود انت شنو القضية نرجع المسؤولية يا معود انت رأي الشعبة بيتصلوا بالأمريكا بيصوروا بالأقمار الصناعية بيجون اهل الدور بيجون يشوفوا الدور يجون يشوف بيت فاضي يشوف محل ما له فاضي يشوف بيت مفجر فما يرجع الدور. فضلوا ربي سيد العزيز الا ما دخلوا الامريكان والحلفاء. وانا هذا الكلام ما احكي يمكن نص القاعدين من الزوج سامعين. وجناب السيد الملك طلب منا تقارير مغلقه من عضو كان فقط صعودا وكل شيء كتب فيه كتب بشغلات اكبر من هاي. سيدي ماكو متابعه سيدي ولا واحد يسال. يعني تقول احنا متفقين مع العملاء، تقول احنا متفقين مع العملاء. فعلا قالوا راح يجرون الدور فجروها. راح يحبسوا الرفاق المدنيين فعلا من طبل الدور. الرفاق اللي ما طلبوا الفضاء او ما حاولوا الحق انه يجي يشارك في القتال غلط بيت الواحد، احنا ما طلبنا في الدور. ايش سوينا؟ بدل ما نتابع الناس ما في رجعوا، قلنا المواطن اللي ما نزل اللي يعني المطعم مع المخربين حبسناه خلينا بالامن. ضمن الزميل جلال ورفاق هذا سمعوا انه الاكراد اللي موجودين حبسوا بالدفاع اللي ما لازموه. قال لك يا بابا صحيح اشو رفاق اكراد اللي ما لازم حبسوه بيوتنا فجروها بيوت اللي محلاتنا نابوها. لحد هذا اللي شي قالوا يعني فعلا هذول يمثلونا فعلا حزب بحث ناس جايين يريدون يخافون على الشعب الكردي. سيدي العزيز يعني انا ما اطيل عليك جنابك صاير حتما احنا ما نقول المقابلة ما عندها عذاب ما عندها سلبية العفو بس احنا دولة احنا سلبيتنا الصغيرة تكبر عن مليون سلبية للمخرب. يعني ايش سمينا مخرب؟ بدل المواطن يناقشنا يقول لي يا مشير انتو من طب بلا شارع يا ما انتو دولة انتو اللي تحكوا على المخرب يعني ايش سمينا المخرب؟ هو والله مخرب يجي يقتل ينهب يسرق انت مو دولة تمثل الشعب وتقول هالشعب تمنع الناس المعادين عنهم فكيف التصرفات انت راح تقدر تكسبها الشعب فسيدي بالله العظيم خاف جماعه يقول لك الشعب الكردي ما كلهم يريدون دوله حاليا يريد الفقير اللي فعلا مدلوس على الركبه لا يحصل منه ولا يحصل تماما. اقول عملاء استفادوا كل واحد حفظ بالمليارات الدولارات الى الخارج البنوك والناس حطوا قتلوا ونام وسلبوا هذا مستحيل هذا ما ما بدهم يجيبوا في الدولة العراقية، يقول لك أنا كل حولاني متهم. أكل فقير اللي هم يمنعون عليه سيطرة مال مالته مال التفكير يمنعون عليه كيلو اللحم ما يصير عبر الذوق، يا ليش؟ مالك كيلو اللحم مش تجيبه.
بالليل سيدي الله وكيلي عبرون التريرات أنا مشهد عيني بس ما حشى رب العالمين بس عرفنا بالكتب السماوات اسمح لي وكيف قلت سيدي فإن الناس كنت تاخذونها يقول يا تعال انتوا فاحدهم انتوا تمنعون على هدوك يوزنوا لك هنا برتقال في وين باقي السلج تعالوا بالليل روحوا خلوا كمان الشتاء بالرؤية من الشاي شاي سيدي اللي ما حد حصل عليه الا بالبطاقة التمنية سيد المادة إذا يترك عليه زميل جلال طبعا بيحكي على دور دور المادة الغريبة تصلح حالك على أي محافظة من محافظة قطر جلال تفضل وقلت وهذا صحيح يعني ما على الطحين سيدي طحين ليش احنا عندنا الفلاليح فقط سوقوا بسال السليماني وبسال السندي في ساره سوقوا حنفطوا في ناسان وزاره سوقوا سيدي 18,000 طن حنطة سوقوا لسائل الدخول يمكن سيدة من عام التجارة على علم استاذ جلال غير 14,000 طن هسه بقوا بسائل المرزق وزارة التجارة قالوا لي يا سوقونا الحنطة للدولة حتى عين مطحنة ومدلكم من الشعب الكل في دول طبعا العملاء وما يسمونها الجبهة الإنسانية منعوا على شيء ولا احنا ما نقبل الشو احنا ننطي حنطة كردستان الى بعدين قال يلا احنا بس نطحن يعني نخسر الطحين ونطحن ونكروه بس هيدي بس احنا طحين باقي يعني جنابك يعني ابو الحلم الشوي يعني يسموك العربي الله وكي سيدي مو قدر لك ولا مجمعنا بجنابك يعني هاي بشكال ما طحين انا اقول احنا ليس من المخرب مخرب احنا دولة واحنا اكبر من الشغل فكل ما قضايا اللي يحصلون حالك عليها فخلي الطحين هم جنابك تتأمر به ويضبطون سيطرات لا بس يكون الفقير يمنعون عليه كيلو ولا لحم وبالليل يحضرون لوريادة كل الشغلات اللي ما محتاجين وهي سيدي امانه هاي حكيت لك يا اذا هاي مسؤول امام الجناب وهم الحاضرين على كل اللي تكلمت وانا شو سيدي تشكرك معروفين المواطنين اللي تهدمت بيوتهم نعم سيدي المواطنين اللي تهدمت بيوتهم معروفين عندكم نعم سيدي سيدي سمونا محل بروش شغلانة كان سيد محاول عدنا تنزل يعرف المحل يا بيت بدي عرف العفو سيدي بالنسبة لتهديم الدور بعد دخول القوات المسلحة إلى محافظة الضفدع قاموا ببعض التصرفات ومنها تهديم الدور بعض المواطنين لكن الخبر وصل لسيدنا جعفر الكندي قلنا اكو هيجي تصرفات بالمنطقه اللي وقفوا فوريا لتهديم الدور وخاصه ضمن منطقه بوشكي مثل ما يعني اريد اعرف انه الناس اللي تهدمت بيوتهم بالامكان يعني بس هسه في الظرف الحالي طبعا سيادتك على علم ما يخالف حتى بالظرف الحالي شو بالظرف الحالي الاسماء يعني واحد ترى احنا اللي يريد نصره نقدر نصره يعني مو نقدر نصره خلينا نعرف بس اسماء الناس اللي تهدمت دورهم في المكان اللي يذكره الاخ سيدي العزيز العفو ولو عند قاضي عند الاستاذ بار يعني جنابك اذا تؤمر بالاسماء يعني مو اشكال تريد جنابك ان تروح عن طريق حزب الفرع فوق تريد يعني عن طريق الشخص يرفع لي سطوه ووصله جنابك ما عندي مانع بل يكون عن طريق الفرع تكون شغله رسميه يعني كلمات افضل يعني انت والقاضي والاخوان رئيس المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي تقعدون وتسجلوا لي هالاسماء او تكلفون جهه وتدققوها تمام التدقيق تمام سيدي تنطوني هالاسماء اللي تهدم الدور تمام سيدي يعني اريد اعرف انه الناس اللي تهدمت بيوتهم بالامكان يعني بس هسه في الظرف الحالي طبعا سيادتك على علم ما يخالف حتى بالظرف الحالي شو بالظرف الحالي الاسماء يعني واحد ترى احنا اللي يريد نصره نقدر نصره يعني مو نقدر نصره خلينا نعرف بس اسماء الناس اللي تهدمت دورهم في المكان اللي يذكره الاخ سيدي العزيز العفو ولو عند قاضي عند الاستاذ بار يعني جنابك اذا تؤمر بالاسماء يعني مو اشكال تريد جنابك ان تروح عن طريق حزب الفرع فوق تريد يعني عن طريق الشخص يرفع لي سطوه ووصله جنابك ما عندي مانع بل يكون عن طريق الفرع تكون شغله رسميه يعني كلمات افضل يعني انت والقاضي والاخوان
رئيس المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي تقعدون وتسجلوا لي هالاسماء او تكلفون جهه وتدققوها تمام التدقيق. تنطوني هالاسماء اللي تهدم الدور. محمود احمد امين كريم حزوم مجلس التشريعي. سيدي لما زيج دخل بالاربيل انا وياك ما غير شنا بقى جاي عرضوا بيتي و عم بيت اسمع الجيش بلي الجيش بلي ايه ما شاء الله خلوا الجيش اذن على حطه هسه الى ان تعاد تربيته بحيث يقوم يشوف ملكية المواطن مثل ملكيته وأقدس من ملكيته. يا الله واحد يكلفه بالشغلة اللي تحمل المواطن. الجيش حرق بس هم العملاء ترى والدنيئين موجودين بين صفوف العرب مثل ما موجودين بين صفوف الأكرد. ذلك اللي صرفوا هذا التصرف لا يمكن أن يكونوا يعني من النمط النزيه المخلص الصادق في وطنيته تجاه الأرض، أو أن يكونوا ناس الأزمة ذهبت بعقلهم إلى الحد اللي ما عاد يفرق بين الحاضر والمستقبل، بين التصرف السيء وتصرف المواطنين كمواطنين في الحياة العادية. العقيد عبد دي يذكر لي يقول لي بعض الناس اللي سرقوا دور الرئاسة في سرسنج حسب معلومات تفجرت بيوتهم هم ذول المقصودين. لا سيدي عبد سيدي هذا المنطقة الفقير اللي سنفرش يسمونها ولا الفقير هذا الناس أرضي كانت العيوة وين الصير أنا شايف دهو نعم البناء بتجاوز ولا اعتيادي؟ ما في اي ملاحظات أخرى. الله سبحانه وتعالى ونحن في هذا الشهر الكريم لابد أن نكثر من استشهاداتنا عن الحياة بالمعاني التي وردت في القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى عندما يمتحن المؤمنين ويثقل عليهم ليس معناه أنه لا يحبهم أو الأصح لا يرضى عنهم، وعندما يبدو أن بعض الناس
في شؤون الحياة المادية مسرين مثلا، لا يعني أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنهم. فالظروف اللي مرت بالعراق ومن بينها الظروف اللي مرت في الجزء العزيز من العراق أو جزء عزيز من العراق مثل ما الأجزاء الأخرى عزيزة فيه اللي هي كردستان، مرت علينا هذه الظروف. وأهم نقطة المعروض أمامنا، هل سنستفيد من هذه الظروف والدروس أم أننا سندعها تمر ونسجلها تسجيل دفتر بعقل بارد من غير ما ندخلها مدخل التمحيص لنستخرج منها الدروس. والقياس على أساس مسيرتنا أنه يفترض وتصميمنا هكذا بعون الله أن نستفيد من أي درس من الدروس التي مرت بنا، نعالج الانحراف ونبني على الصواب. أرجو أن هذا اليوم هو يوم 11 آذار، هو اليوم الذي خطب العراق كشعب وكإرادة سياسية خطوة صحيحة ليحافظ على وحدته. مثلما كان قرارنا صحيح في أن الجيش يعني بإرادتنا، مو بإرادة جهة أجنبية قالت أن اطلعوا من هالمكان واطلعوا من هالمكان، بإرادتنا أن الجيش لازم يكون خارج المدن، يبدو أنه كان قرارنا صحيح لكي نبعد الجيش عن الاحتكاك بالمواطنين إلى أن يعيد تنظيمه وتدريبه ويعاود إلى طباعة الصحيحة ويعاود إلى منهج المكلف بالصحيح في أن يتصرف بأمانة وبعفة وبنزاهة عالية وبوطنية عالية مع شؤون المواطنين في كردستان مثل ما يتصرف مع شؤون أغلى شيء عنده بما في ذلك شؤون الشعب وممتلكات الشعب، تعتبر بالنسبة للجهة المسؤولة هي من المقدسات التي يجب أن يحترمها ويرعاها ويحافظ عليها. بيان 11 آذار هو باب صحيح للعراقيين، هو باب للاستقرار، وباب ليعبر العراقي كل العراقيين حيث ما كانوا، ولأن أبناء شعبنا الكردي في كردستان عراقيين فهو باب صحيح ليعبروا عن شخصيتهم وعن المعاني الإنسانية اللي يؤمنون بها، تعبير مقتدر وصحيح، وأن توفر لهم الأجواء الصحيحة ليأخذ تعبيرهم معناه الأصيل كجزء من التعبير العام لشعب العراق العظيم. فالمحن اللي مرت بالعراق كبيرة،
ولكن الدروس التي نستخرجها إن شاء الله ستكون كبيرة أيضا. نعني بذلك الدروس التي تبني العراق بصورة أفضل وتحفظ كرامة العراقيين بصورة أعلى وتعزي العراق بصورة أفضل وتجعل العراق قاعدة مشعة في الإنسانية وقاعدة مشعة في الأمة العربية. فسلموا لي حيثما استطعتم أن توصلوا السلام إلى كل الخيرين في كردستان، وأخص منهم بالذات رجال الدين بسلام متقدم والشباب. الشباب في كردستان مع رجال الدين إذا ما تعاضدوا مع كل الخيرين الآخرين بما في ذلك شيوخ العشائر، إذا ما تعاضدوا مع بعضهم يستطيعون أن يصححوا الانحراف ويهدوا الناس إلى الطريق الصحيح. ووسط مثل هذا الجو والتصميم إذا ما تحقق في شعبنا فإن إرادة الخير والعون في دولتكم سوف لن تكون بعيدة. فسلموا لي على الجميع. كل أربعة نأخذ معهم صورة فإن تقسموا وعندك شو بدك تجيب؟ ها؟